يعني. طبعا غلط جدا، وانا شايف ان كده هم مصممين على هبوط النادي الاسماعيلي، لان حمزه الجمل بقاله سنتين بينقذ الفرقه، وبعد كده يجوا من اول السنه يجيبوا مدربين ويجيبوا لعيبه والكلام ويلحقنا حمزه. طيب هو مين الاولى دلوقتي؟ راجل بقاله سنتين شغال وعارف كل صغيره وكبيره. ما حصل مع ايهاب جلال السنه اللي قبلها فين؟ في ان هو لما كان موجود ومشي كان موجود فين؟ في النادي وبرضه لا لقى النادي. ده هو جاله عقد احسن من كده وطلع المصري، فضل المصري على الاسماعيلي عشان فلوس. لا احنا بنتكلم ان انت دلوقتي الاسماعيلي عشان يقوم له قومه تاني كان شيحه ومعاه رئيس، محمد شيحه معاه رئيس، ويبقوا على حمزه الجمل ويوفروا له الفتره دي عشان برضه في ازمه ماليه طاحنه في النادي الاسماعيلي. فانت راح تجيب واحد سبق ومشي السنه اللي فاتت عشان العقد بتاعك اقل من عقد النادي المصري. انت السنه دي الراجل قعدني، والسنه اللي قبلها الراجل قعدني، اسيبه واروح اجيب واحد سابني ومشي؟ دي حاجه. تاني حاجه، بكل المعطيات حمزه الجمل عرف كل صغيره وكل كبيره، حتى يمكن في المداخله اللي كانت هنا مع كابتن صبري المنياوي سمعتها مع اسلام، فبيقولوا لا اصل هو مش مسيطر على اوضه اللبس، اي كلام وخلاص. ده راجل قعدني، انت جاي في وقت لا اللعيبه بتاخد فلوسها، مفيش فلوس، اللعيبه بتكسب ما بتاخدش فلوس، ليها عقود واخد بالك، والموقف سيء، وتيجي تقول لي اصل مش مسيطر. هيسيطر ازاي وانت ما بتديش اللعيبه حقها؟ خلي بالك الاجيال اللي فاتت كانت ممكن كلها تلعب ببلاش عشان النادي، دلوقتي ما حدش فيه الكلام ده. بدليل ان باهر مشي اهو. ما انا بقول لك وفي ناس رفعت قضايا على النادي الاسماعيلي عشان حقوقها، انت واخد بالك؟ فانتوا انا ما اعرفش انتوا بتفكروا ازاي، واللجنه اللي جت مع كل الاحترام فيها جهبذ وفيها وفيها، انتوا فكرتوا ازاي تمشوا؟ يبقى في دي بقى تصفيات او حسابات وبيصفوها مع بعض. ايوه بس كان ايهاب جلال مدرب برضه كويس يعني. مين؟ معاهم يعني عمل انجاز معاهم. ايهاب جلال عمل فين عمل انجاز في ايه؟ يعني خلاهم في الدوري برضه كان في مشكله. حلاوه ده وحمزه برضه ما هو نفس يعني لما تيجي لا تقارن حمزه مختلف الموضوع هو لا حمزه مختلف، هو التاني لما كان ماسك كان لسه قدامه ماشى وقدامه فرق وقدامه وقدامه، واخد بالك؟ ومش هقول لك ايه اللي حصل في ماتشين عشان انه يقعد، واخد بالك؟ وكان في فلوس وكان في لعيبه. انما دلوقتي لا في فلوس ولا في لعيبه، حتى لو في لعيبه اللعيبه دي كتر خيرها، ده لازم ان هم كانوا يمسكوا فيهم بايديهم واسنانهم، واحد زي مدبولي، واحد زي باهر محمدي، عبد الرحمن، الناس دي، وتشوفوهم هم عايزين ايه. الناس دي بقى لهم سنتين بيقعدوك مع حمزه الجمل. انت بقى حتى بص هي دي كلها تصفيه حسابات، ما انت ما تقوليش بقى حمزه ليه يعني الراجل يعني ليه؟ يعني واحد محقق حاجه زي كده ايه اللي يخليهم يصفوا حساب معاه يعني؟ يكمل ولا ما يكملش؟ حتى لو انا مختلف معاك، انا وجهه نظري ما كنتش اتخيل ان حمزه يمشي الصراحه. صح تمام، بعد الانجاز اللي عمله ده. انما ده في واحد كابتن صبري من هو كان عايز يعمل فتره اعداد عشان لما يجيبوا مدرب اجنبي وانت معكش فلوس، يعني انت معكش فلوس وعايزين مدرب اجنبي عشان لما يجي يبقى مدير كوره يا اما مدرب عام معاه، قال ان ده في صالح النادي الاسماعيلي؟ لا طبعا مش في الصالح ده، كل واحد بيبص لنفسه وبيقول لك انا هبدا فتره اعداد ازاي؟ انت بتمشي الراجل اللي معاكوا بقاله سنتين وتقول لي هبدا وهنجيب مدير فني وهبدا فتره اعداد؟ ايه يا عم في ايه؟ فكده مصممين ان النادي الاسماعيلي يهبط السنه دي. انت شايف هو عامه كنت قلت خبر خاص كان في لخبطه كده في واتساب ان كابتن حمزه الجمل قال لنا يا جماعه انا مكمل. ايوه يا عم ومضوا معاه والناحيه الثانيه ومضوا معاه قبل ما يعني جلال قال انا اللي هدير التدريبات، يعني كان في لخبطه. بص ربنا عارفه بالعقل، هما بيحبوا فلان على فلان بغض النظر مصلحه الاسماعيلي فين، هما بيحبوا اهاب على حمزه الجمل. حمزه الجمل بالنسبه لهم مش دمه خفيف، حمزه الجمل له اصلا شخصيه، فمش هيسمح لحد يقول له لاعب ده وما تلعبش ده، ماشي ده وقد ده ده الواضح. انا بجيب لك الناهيه، وحمزه الجمل لما كان هنا انا بصراحه حتى كمان كلمت اسلام وقلت له قول الكلام اللي انت قول عشان جمهور اسماعيليه يعرف انت مشيت ليه، يقول لك لا دي حاجات بينا وما ينفعش في لا البيت بتاعك مش عايزك، قول مش عايزني ليه؟ هو انت كل ما يقع يجيبوك؟ لا قول عشان الناس تعرف مين اللي بيشتغل ضد النادي الاسماعيلي،
مين اللي عايز ان النادي الاسماعيلي يقع؟ مين مصلحته في ان النادي الاسماعيلي يقع؟ يا راجل ده اسلام كان بيتكلم وبيقول لك ده شيحه كان بيكلمه في مداخله خاصه بيعيط عشان الاسماعيلي ما يهبطش. ما تجيبوا الناس اللي هي بتموت دي، ما تجيبوا الناس دي عشان الناس دي هي اللي هتخطط لك صح وهتجيب لعيبه صح. واخد بالك؟ احنا قلبنا وجعنا والله العظيم، وعمالين ننفخ في قربه مقطوعه، ومهما نقول بس انا نفسي اعرف من الاخر لما النادي الاسماعيلي اللي هو الهرم الثالث في مصر طبعا، وفي المصري وفي الاتحاد وفي بس هنقول بالبطولات يعني بعد الاهلي والزمالك نادي الاسماعيلي وكورته الحلوه وكورته الجميله وطلع نجومه والكلام ده، مين عايز يهبطه؟ مين بقاله اربع خمس سنين عايزه ان هو يهبط؟ تفتكر السنه دي برضو المعاناه تبقى؟ لا ده السنه دي اكيد طالما الاستاذ تولى التدريب. انا بقول لك اه نفس اللعيبه الموجوده، في لعيبه مشيت ده، في لعيبه مشي. طب انت كان الاول في احمد مدبولي، في باهر، في ايمن مجدي، في الشامي، يعني نسها. لا دلوقتي مفيش حد. بقول لك